ضوابط الاسواق وادابها الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان الله عز وجل قد شرع لعباده البيع والشراء وصولا الى الغرض ودفعا للحاجه حيث يقول سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا ولقد جرت عاده الناس منذ الازل على اقامه الاسواق التي يتبادلون فيها منافعهم ويحققون مصالحهم وجاءت ايات الذكر الحكيم لتبين ان ذلك سمه من سمات البشر حيث يقول سبحانه وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وحكى القران الكريم قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وفي قصه اصحاب الكهف يقول سبحانه حكايه عن حالهم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه ومما لا شك فيه ان احوال الاسواق احد اهم مظاهر التطبيق العملي للاسلام فاذا اردت ان تعرف اثر العباده في السلوك فاذهب إلى الأسواق، وإذا أردت الحكم على صدق التدين أو كونه تديناً شكلياً فعليك بمعرفة أحوال الشخص في معاملاته بيعاً وشراء. لذلك عندما شهد رجلٌ شهادةً عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له سيدنا عمر: لست اعرفك ولا يضرك الا اعرفك فاتي بمن يعرفك فقال رجل من القوم انا اعرفه فقال باي شيء تعرفه قال بالعداله والفضل قال فهو جارك الادنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فمعاملك في الدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق قال لا قال لست تعرفه ثم قال للرجل اي الشاهد ائت بمن يعرفك فالمعاملات بيعا وشراء تظهر صدق التدين من كذبه او شكليته فيتجلى من خلالها التدين الشكلي او التدين الفعلي وكم من ذاكر بلسانه ليوهم الناس ويخدعهم وهو ابعد ما يكون عن الذكر وكم من متخف خلف صوره المتدين رياء وسمعه ووسيله للتكسب لترويج بضاعته معتمدا على حب الناس للدين وثقتهم في اهله ومن تلك الصور المزيفه ايضا اطلاق بعض الاسماء التي لا تنطبق على مسمياتها قصد ايهام الناس بالتدين او المتاجره بالدين مع كون الامر في الحقيقه على غير ذلك ليجني كسبا ومالا وهو بذلك يضر دينه ويشكر صوره سيئه في نفوس الناس قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ولقد جعل الإسلام للأسواق آدابا وضوابطا ينبغي أن يتحلى بها المسلم في بيعه وشرائه منها ذكر الله تعالى وحسن مراقبته فذكر الله يلتزمه المسلم في كل حال ويكون باللسان والجوارح فللسوق دعاء يقوله المسلم او المسلمه قبل الدخول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه وبنى له بيتا في الجنه على اننا نؤكد ان ذكر الله لا يكون باللسان فقط وانما يكون ايضا بحسن مراقبه الله تعالى في تحري الحلال والبعد عن الحرام ومنها الصدق واجتناب الكذب فالاصل ان المسلم صادق في كل حال قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومنها حال البيع والشراء في الاسواق فلا يجوز للمسلم ان يكذب ليروج لسلعته فان هذا الترويج الكاذب للسلعه يكون سببا في محق البركه في الدنيا والطرد من رحمه الله تعالى في الاخره ويشتد الاثم ويعظم اذا سولت له نفسه ان يقسم كاذبا ليستحل مال غيره حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعه لقد اعطى بها اكثر مما اعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وكان صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق كذلك من الاداب والضوابط الامانه والتراضي وعدم الغش والامانه تقتضي الوضوح الكامل في البيع والشراء حتى يتحقق الرضا التام بين الطرفين يقول سبحانه إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل وعن السائب رضي الله عنهم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم يعني به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الضمائر الفاسده التي لا تراقب ربها وحذر كل من تسول له نفسه الخبيثه خداع الناس واكل اموالهم بالباطل من الغش فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا كما وجه صلى الله عليه وسلم الشركاء الى ان تكون الامانه والصدق هي اساس الشراكه بينهما فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما ومن الاداب كذلك عدم تطفيف الكيل والميزان والتطفيف معناه الاستيفاء من الناس عند الكيل او الوزن منهم والانقاص والاخسار عند الكيل او الوزن لهم ويلحق بالوزن والكيل ما اشبههما من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس فالله عز وجل امر باقامه الوزن بالقسط في كتابه الكريم حيث يقول سبحانه واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا وتوعد سبحانه من فعل ذلك فقال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون وقد حذر نبي الله شعيب عليه السلام قومه من بخس الناس اشياءهم والتطفيف في المكيال والميزان كما حكى ذلك القران الكريم فقال تعالى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ومن اداب السوق عدم التعدي على حقوق الاخرين ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وفي رواية لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. وذلك من الادب الرفيع في البيع والشراء فلا يزايد على من يشتري سلعه وكذلك لا ينفر من سلعه اخيه فيعيبها حتى يبيع سلعته ومن صور التعدي على حقوق الاخرين الاحتكار الذي يمثل تلاعبا باقوات الناس ويضر بالبلاد والعباد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ فالمحتكر شخص غلبته انانيته فاختار الحياه الدنيا على الاخره اختار الاثره على الايثار وتناسى ان الربح الزائد الذي يجنيه ويتحصل عليه من احتكاره واستغلاله هو مال حرام وهذا المال الحرام السحت مدمر له في الدنيا وسبب للعنه والطرد في الاخره حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والافلاس ويقول صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما اربعين ليله فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى على أننا نؤكد أن الرقابة على الأسواق من الولايات العامة للدولة وانه يجب التعاون مع كل الاجهزه المعنيه لمنع كل جرائم الغش والاحتكار واستغلال المستهلك لان القضاء على هذه الظواهر السلبيه يسهم قوه في تحقيق الامن النفسي للمجتمع ويسهم في دفع عجله الاقتصاد الجاد وفي التميز والاتقان محليا ودوليا اما الغش فباب واسع من ابواب الفساد وتدمير اقتصاديات الدول كما اننا نؤكد على ان الاشراف على الاسواق ومراقبتها امانه كبيره ومسؤوليه عظيمه في ايدي كل من كلف بمهمه من مهامها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اخوه الاسلام ان امن الناس في طعامهم وشرابهم وحوائجهم قضيه مجتمعيه وانسانيه تاتي على راس الاولويات في حقوق الانسان اذ لا يمكن تصور حياه كريمه بدون ان يكون الانسان امنا على غذائه ودوائه فيجب ان تتضافر الجهود في مواجهه جميع ظواهر الغش والاحتكار ولا سيما ما يتصل بشؤون الغذاء والدواء على ان التاجر الفاهم لدينه يظهر اثر عبادته من صلاه وصيام وغيرها في صدقه وامانته فرب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلو منزله التاجر الصدوق الامين ورفعه درجته فقال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصدقين والشهداء يعني في منزله واحده وقال صلى الله عليه وسلم ان اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا ائتمنوا لم يخونوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يطروا واذا كان عليهم لم يمطلوا واذا كان لهم لم يعسروا كما اخبر صلى الله عليه وسلم ان التاجر الصدوق في ظل عرش الله تعالى يوم لا ظل الا ظله قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامه فما احوجنا الى ان نتعاون معا من اجل المصلحه العامه الشامله التي نحصد ثمارها جميعا فينظر كل واحد لاخيه بعين الرحمه ويحب له ما يحب لنفسه فيصدق البائع المشتري وكانه هو المشتري ويصدق المشتري البائع وكانه هو البائع وهذا هو دليل الايمان حيث يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين